والآن مع فقرة جديدة في برنامجنا الأسبوعي المنوع فلاش. يا ساتر، قد اليوم بالشهر نحن؟ 11. يعني نحن شو اليوم ابو شاد ناسي؟ ثلاثة. يعني الجمعة 14 أدار. نازل ابو شاد ولا ما بدك تنشمس؟ ايه انا وياك ننزل. تنزل بس السنة شو؟ نزل على السهرة عشية. على السهرة ايه. بس السنة ابو شاد 14 أدار، جماعة 14 أدار واقعين بمشكلة كتير كبيرة. رح زيع الأخبار، رح جرب زيع الأخبار مثل ديانا فخوري. حزب كبير يغيب عن الاحتفال هذه السنة. رئيس حركة التغيير إلي محفوظ، ليعلم الجميع أنه ما لم تتوضح الأمور حول ما يدور بين 14 أدار وميشيل عون وحزب الله، أعلن عدم مشاركتي وحركة التغيير في احتفال لبيال يوم 14. يعني إذا أنت وحزبك ما نزلت مين بده ينزل؟ فاضي الساحة راح تكون. يعني حركة التغيير بدك تعتبر انه خسرتهم نص مليون نفر. وخد بقى ركود يا فارس، جمع عالم شمال ويمين تتعبي الفراغ. فلاش. المؤامرة مستمرة على جبران باسيل، وهذه المرة تعرض للطعن من أهل البيت بخلال مقابلة مع الزميل جورج صليبي. موجود. فإذا المضامين الأساسية هذه وزارة الطاقة أو طلعنا هلأ؟ عاد مش الحال نكفي؟ نفتكر نحن على الهواء عادي. أي فينا نكفي. المضامين الأساسية موجودة. معوضوا على قطعه اصلا. الليله كنا صحناك الوزاره ما بتتسلم لارتور يا جبران. هيدي الوزاره ما بتلبق الا لك يا كبير. معركه الرئاسه انطلقت وبقوه بين الاقطاب الموارنه، وطبعا نحن هون ما عم نحكي عن جنرال عون ولا عن الدكتور جعجع ولا سليمان بيك ولا حتى الرئيس أمين جميل. كلمة السر وصلت من أحد أبرز أقطاب الموارنة بلبنان والمهجر، الأستاذ روجيه قدي، اللي أنهى المعركة قبل ما تبلش وقال حظوظ جعجع وعون للرئاسة 0%. حسمها خلص. فظيع.